للحديث حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من دولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس وفد مملكة البحرين بدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة. أهلا ومرحبا بك سمو الشيخ. بداية نسأل عن تقييمكم سموكم لمشاركة المملكة في دورة الألعاب الخليجية. يا هلا مرحبا أخوي، وفي البداية يسرني أن أكون وياكم اليوم في هذا البرنامج. وبلا شك أن مملكة البحرين مشاركتها في البطولة ناجحة بكل المقاييس، هذا كله بدعم وتوجيهات من قبل سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وسيدي سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، والدعم اللامحدود من قبل سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد الله يحفظهم، ومتابعتهم الدقيقة لكل الأمور، وهذه هم قريبة عليهم الله يحفظهم. نعم. واللي نتحدث عن مشاركة مملكة البحرين في هذه البطولة، لازم أتوجه في البداية بالشكر لدولة الكويت الشقيقة على التنظيم الرائع لهذه البطولة. لله الحمد جمعتنا مع أخواننا في دول الخليج اللي من فترة ما شفناهم بحكم الوضع الصحي والكورونا. أما بالنسبة عن إنجازات مملكة البحرين في هالبطولة، فأول أود أن أشرح عملية الترتيب العام للدورة، حيث أن التصنيف يكون على حسب الميداليات الذهبية، يعني كل ما حققت ميداليات ذهبية كل ما تصنيفك يكون أعلى. الحين إحنا نقع في المركز الثاني بعشرين ميدالية ذهبية، الكويت طايفتنا هم 28 ميدالية ذهبية، ومثل ما تعرفون احنا حققنا هالميداليات في العاب القوة وكرة القدم الصالات والجودو. نعم. كان احنا بودنا ان احنا نحقق ميداليات اكثر، لكن ان شاء الله في الايام ان احنا نقدر بعد نحقق افضل وافضل. ونتكلم عن اللحظات اللي ما ننساها في البطولة، يعني في الكثير من اللحظات في سواء في العاب القوة او في كرة القدم السيدات اللي ما ننساها، يعني شهدت البطولة لحظات من في مشاركتنا في ال 200 متر رجال، يعني هذه الشيء لازم اذكره، ان لاعبنا سالم يعقوب حقق الميداليه الذهبيه بفرق بسيط من المتسابق السعودي، حتى ان يعني صار في فوتو فينش للنهايه، يعني اضطروا انهم يرجعون لتقنيه الفيديو لتحقيق الفايز لهذه السباق. فالحمد لله احنا يعني صرنا ان احنا نشارك في ذي البطولة، وبالعكس انك انت تشارك في بطولة خليجية هاي فرصة انك انت تشوف وين تقع امام اخوانك في دول الخليج. يعني اذا انت تشارك في محافل خارجية شوي صعب ان انت تقيس نسبة النجاح في البطولات الدولية، لكن في المشاركات المحلية والخليجية هاي فرصة تشوف ان انت وين تقع امام اخوانك في دول مجلس التعاون. فالحمد لله في كثير من الإيجابيات، وفي كثير من الأمور إن شاء الله اللي يبي لها دراسة نشوف كيف ممكن نطورها. نعم. في جميع الألعاب، وهذه طبعا كله يعني يرجع فضل الله فضل توجيهات سيدي جلالة الملك وسمو ولي العهد ومتابعة سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد الله يحفظهم. نعم. طويل العمر، تحدثتم عن الدعم الذي يلقاه القطاع الرياضي من لدن حضرة صاحب الجلالة وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأيضا من سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد بن حمد. كيف تنظر سموك لمستوى الإنجازات الرياضية في هذه الدورة من البطولة، وإذا كان يواكب الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الرياضة في مملكة البحرين؟ والله في البداية يعني بلا شك أن توجيهات ومتابعة سيدي جلالة الملك وسمو ولي العهد والشيخ ناصر والشيخ خالد هو سر نجاح الرياضة في البحرين، وبلا شك أن الإنجازات اللي حققناها في هذه البطولة يعني ترجمة لتوجيهاتهم الله يحفظهم. نعم. وسمو الشيخ خالد الله يحفظه سؤال بشكل يومي بشكل دقيق عن اللاعبين ومشاركتهم وعن أمور البعثة، هذا يعطي المزيد من الاهتمام والدفع المعنوية لكل المشاركين في ذي البطولة. فالكل يشكر على توجيهات الشيخ خالد الله يحفظه وسؤال اليومي لأمور البعثة في الكويت. نعم. والصراحة يعني حتى هذه الشكر لازم ان احنا بعد نوصل الفريق اللي موجود في الكويت، وطبعا نذكر دور الاخ فارس الكوهجي الامين العام اللي صراحة قام دور جدا مهم هناك اثناء البطولة، والفريق الوفد الاداري اللي موجود هناك بعد قاموا بدور جدا كبير وجبار في توفير كل الامور لنجاح هذه المهمة في الكويت. هذه مو بقريبة، يعني احنا مشاركين في ذي البطولة باكثر من 300 لاعب ولاعبة إداريين، يعني المجموع الكلي يقع فوق 300. فهذه يعني من أكبر الوفود اللي شاركت في المحافل الخارجية في مملكة البحرين.
نعم. طول العمر يعني لا شك أنه حديثك عن الحصول على 20 ميدالية ذهبية في هذه النسخة من البطولة لا شك أن له تأثير إيجابي على نفسية اللاعبين والبعثة بشكل عام. كيف هي معنوياتهم في الكويت؟ والله معنوياتهم عالية. إحنا بالعكس إحنا زرناهم وتكلمنا وياهم وما شفنا إلا كل شيء اللي صرنا. شفنا فيهم الحماس، شفنا فيهم الرغبة لتحقيق إنجاز في هذه البطولة. نعم. ومثل أنا قلت لهم إن ما في شيء الواحد يفتخر فيه أكثر من ما هو يمثل بلاده، سواء في أي لعبة، سواء لعبة جماعية أو لعبة فردية. يعني بالعكس الواحد اللي يشارك في هذه البطولة يعطي كل ما عنده على أساس إنه يعني تكون مشاركته ناجحة. والحمد لله إن شاء الله إن هذه فرصة إن إحنا نبني عليها إن شاء الله في المحافل الجاية. واتمنى ان احنا يعني نغطي كل الجوانب لهذه المشاركه، وان شاء الله في المرات الجايه بعد تكون مشاركه انجح وانجح ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفه الخليفه، نائب رئيس اللجنه الاولمبيه البحرينيه ورئيس وفد مملكه البحرين في دوره الالعاب الرياضيه الخليجيه الثالثه. شكرا جزيلا لك سموك.